7 مارس 2022. واضح نحن متحمسين حق هذه الحلقة. أسعد الله صباحكم كل خير وكل شيء جميل في الدنيا يا رب. حياكم الله في حلقة جديدة نقضيها معاكم في شمس البحرين ضمن فقرات متنوعة جهزها لنا فريق الإعداد. لكن في البداية صباح الخير دلال، واضح أن صباحك كله حماس. صباحنا حماسي اليوم. صح. يا عبد الله، شو التصبيحة الحلوة اللي دخلنا على بعض بدون أن نتفق. دائما احنا متفقين، الزملاء الأعزاء دائما متفقين. مشاهدينا نصبح عليكم بالخير والسعادة وين ما كنتوا تتابعونا في شمس البحرين. محطاتنا اليوم مختلفة، من نبض الشارع إلى القطاع الاستثماري وإبراز الطاقات الابتكارية وغيرها من المواضيع الشيقة. لكن شنو عندنا في البداية عبد الله؟ مثل ما عودنا المشاهدين بنتعرف معكم على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مملكة البحرين وراجعين معكم أكيد. عودة لكم مشاهدينا من جديد، وقبل أن ننتقل إلى نبض الشارع وهي فقرتنا المعتادة الأسبوع اليومية مثل ما نقول، دلال سؤالنا اليوم، هل تفضلين أن لما نشوف الأطفال أو عيالك خلينا نقول أو حتى الطفل لما يكون في مدرسة خاصة يتكلم دائما اللغة الإنجليزية أو مو لغة الأم مثل ما نقول؟ يعني دام إحنا عرب ممكن إحنا نشوف عيالنا يتكلمون اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية، تأيدين ذي الشيء ولا تحسين ما أعرف؟ صحيح في الموضوع. هذا الموضوع ساعات يعني عبد الله يصير فيه تضارب ما بين ضد ومع. يعني أنا مو ضد أن أعلم عيالنا الثقافة، مثلا ثقافة اللغات، صح، بس دائما لازم أشدد عليهم أن هم يتمسكون بلغة الأم، خاصة اللهجة البحرينية إيش حلوها. صح أكيد. يعني وايد حلو لما نشوف مثلا الطفل يتكلم البحريني، اللهجة البحرينية القح مثل ما يقولون، مثل ما احنا تكلمنا فيها. بالضبط بالضبط. صح. يعني احنا من يوم صغار نتعلم انجليزي، نتكلم انجليزي، نفهم الانجليزي ونكتب ونقرأ وكل شيء. حلو ان احنا نكسب هذه الثقافة، ولكن نورث عيالنا اللغة العربية الأم. اول شيء نبتدي. صح. طبعا باللغة العربية الأم، ثم نتدرج إلى لهجة البحرينية. وانت ايش رايك؟ وباقي اللغات طبعا. أكيد. اتفق معك، واحس انه يعني يمكن الحين تذكرت امس شفت بوست وانا قاعد اتصفح الانستغرام، شفت انه قبل كانت الام تكون فخوره في ولدها لما يا حليلة ولدي تعلم انجليزي، في المقابل ان احنا عيال اليوم يا حليلة ولدي بدا يتكلم عربي او يعرف كم من كلمه عربيه. فاتوقع ان عكست الايه مثل ما يقولون، لكن أتوقع للحين في ناس تحافظ على اللغة العربية. صحيح. وفي ناس أصلاً تحافظ على اللهجة المحلية واللهجة البحرينية. أكيد. فهذه شيء يشكرون عليه أولياء الأمور. أنا متحمسة أشوف الناس شنو قالت. يلا ننتقل مشاهدينا، ننتقل مع الزميل علي الحداد في نبض الشارع. مع انتشار المدارس الأجنبية والخاصة في الوطن العربي، قام العيال الصغار مع بعضهم في الأحاديث الجانبية أو المنزلية يتحدثون اللغة الإنجليزية بغض النظر عن اللغة الأم. هل تؤيدين هالشيء أم لا؟ نعم، أؤيده بقوة، لأنه الثقافة الحالية هي عبارة عن الثقافة الإنجليزية في التعليم، حتى بين دول العالم، لأنه اللغة الإنجليزية صارت هي اللغة الأم. فالعربية طبعا بيتكلمون فيها لأنه لغتهم، لغة الأب، لغة الأم، بس كلغة اللي هي التعليم واللي هي تثقف وتنمي عقل الطفل هي اللغة الإنجليزية. أنهم يو شيء يتحدثون باللغة العربية، لأن هذه تربيتنا وعاداتنا وتقاليدنا. يعني مو بأن يتكلمون في البيت كله إنجليزي، ما يصير بعد، أو مع ربعهم أو مع الأصدقاء أو مع كل من. يعني لازم أن تصير عاداتنا وتقاليدنا هي من الأولويات. يعني المفروض ما نستغني عن اللغة العربية. يعني اوكي تطلع برا، اوكي تحاكي انجليزي، اما ويا ربعك شي يعني ما احس ماله داعي. صراحه هو المفروض انه يتكلم انجليزي، وايد زين انه يتكلم انجليزي، بس بعد اللغه الام ما ينساها. في وايد اطفال الحين في الحياه انه ما يعرف يسولف عربي كلش، يعطي مصطلحات بالعربي ما يعرف، يتوهق كلش. فاحسن انه يكون يتحكى اللغتين وانه يوازن بينهم في الأماكن العامة، في المدرسة، في يعني حزة اللي مطلوب الإنجليزي يسولف الإنجليزي، حزة اللي عربي يسولف عربي.
الصراحة شيء سلبي وإيجابي في نفس الوقت. يعني يفضل أن يكون عندهم اللغة الإنجليزية كمعرفة وكأن يحتاجونها في الحياة، بس أن كحديث جانبية إحنا عرب المفروض نتكلم عربي يعني. طبعاً بعض الأطفال اليوم تأثراً باليوتيوب وتأثراً بالمدارس صاروا يتكلمون مع بعضهم البعض داخل المنزل في حواراتهم باللغة الإنجليزية، أنت مع أم ضد هالشيء؟ أنا طبعاً ضد هالشيء، وحتى من الإثباتات أو الدلائل أني ضد هالشيء حتى بناتي ما قبلت أوديهم مدارس إنترناشنال، مع أن قدرتها مادية مستطيعة، بس كمدارس حكومة ككولتشر يعني حتى أنا أتكلم إنجليزي دحوة حكم الدوام معلش، بس أبغى ثقافتهم عربية. أنا لاحظت يعني بنات والأولاد اللي حوالينا بالعائلة وبالعمل وبالأشياء هذه أولادهم صاروا ما عندهم قيم اللي كانت عندنا إحنا. يتكلموا إنجليزي أوكي، بس إنهم يمارسوها في البيت لا، لأن الأمهات مش كلهم ثقافتهم إنجليزية ويتعلموا ويتكلموا إنجليزي. أتفضل إنهم يتكلموا عربي. مشاهدينا، مثل ما نعرف أن التوعية في قطاع الاستثمار والتكنولوجيا المالية مهمة جدا لجميع فئات المجتمع، لذلك تحت رعاية مصرف البحرين المركزي نظم بنك البحرين الإسلامي منتدى الابتكار في التمويل الإسلامي بنسخته الثالثة، والذي ركز هذا العام على مدى تأثير الابتكار في التكنولوجيا المالية على القطاع الاستثماري. فعلا دلال، وناقش أيضا هذا الموضوع نخبة من خبراء الاستثمار والتكنولوجيا والخدمات المالية والمشرعين، وللحديث أكثر عن هذا المنتدى ونتائجه يسعدنا أن نستضيف في الاستديو الأستاذ حسان جرار الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي. صباحك خير ويا هلا فيك. صباح النور. صباح النور والسرور. يا هلا فيك أستاذ حسان. يعني في البداية نبي نتكلم أكثر عن فكرة هذا المنتدى ومشاركتكم فيه كبنك البحرين الإسلامي. شوف، أولا كان من الجميل بعد الإغلاقات اللي شافها العالم آخر سنتين أنه الناس يلتموا مع بعض في فيزيكلي، يعني تعبنا من الفيرتشوال وكل شيء على الكمبيوتر، فكان يعني من الجميل أنه يكون مساهمة شخصية من كثير ناس في البحرين، بالإضافة إلى حوالي 300 شخص اللي انضموا إلينا فيرتشوالي مسميها. هذه ميزة واحدة. الشيء الثاني طبعا هو تسليط الضوء على البحرين، وبالذات على الابتكارات التي تحدث في الصيرفة الإسلامية والصيرفة العادية في البحرين. نعم. يعني أستاذ حسان، بنتكلم أكثر عن أهم الابتكارات المالية اللي صارت خصوصا في القطاع المصرفي الإسلامي. شوفي، القطاع المصرفي الإسلامي والتقليدي نسابق الزمن الآن إحنا إنه جاري القطاع التكنولوجيا، إنه نوفر للعميل أو لزبون البنك أو نسهل عليهم طريقة التعامل مع البنك. الآن الأجيال اللي بسموها ميلينيال أو جن زي أو جن إكس زي ما بسموها اتعودت على سهولة التعامل واللي بسموها اليوزر إكسبرينس باستعمال الموبايل. الواحد في البيت بده يطلب همبرجر بيستعمل على الموبايل، بدك تحجزي سفر بتحجزي على الموبايل. فالآن التعاملك مع البنك لازم يصير برضو على الموبايل، فهذا فعلا من الأهداف اللي بنسعى لها طبعا. نعم اكيد. استاذ حسان، نبي نتكلم عن الافاق او افاق الابتكار خصوصا في الصيرفه الاسلاميه، خصوصا لما يكون خلينا نقول الامور رقميه مثل ما نقول. صحيح، التحول الرقمي مهم جدا، وما اعني بهذا انه مش بس اللي حكيته لحضراتكم عن استخدام الموبايل في داخل البنك نفسه. البنك لازم يعيد النظر في طريقه ال البروسيسنج والتعامل مع الـ 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 المعاملات في داخل البنك. من الأشياء اللي منسارع فيها اللي هي الارتفيشال انتليجنس أو نسميها الذكاء الاصطناعي. الشيء الثاني اللي البنوك تتعلمه الآن في مرحلة التعلم، إنه نتعود على كيف نجمع الديتا المعلومات، كيف نخزنها، كيف تستخدم، وكيف نحميها من السايبر سيكوريتي أو السايبر التهديدات السايبر اللي عم بتصير في العالم. صحيح. نعم أستاذ حسان، إذا بنتكلم أكثر عن يعني إلى أي مدى تعتبر مملكة البحرين مواكبة لهذه التطورات والابتكارات في عالم الصيرفة؟ البحرين سباقة قبل التكنولوجيا في الصيرفة. إحنا محظوظين طبعا بوجود هيئات تشريعية في البحرين تشجع هذا الشيء، أن البنك المركزي البحريني برأيي، مع أنه البحرين حجما يمكن أصغر دولة في الجوار، ولكن بنك المركزي البحريني يعتبر بنك رائد
من ناحية تشجيع البنوك وخاصة في الجهات التكنولوجية. صحيح. فهذا الشيء فعلا بيساعد البيئة ويشجع البنوك. نعم أستاذ حسان، دائما نسمع أن البحرين بيئة خصبة للابتكارات في مجال الصيرفة، يعني باعتقادك شنو الأسباب اللي شكلت هذا الشيء؟ تكلمت عن البنك المركزي. نعم. هذا عامل مهم جدا. يعني البنك المركزي كان قبل حوالي 3-4 سنوات بدأ يتحدى البنوك بالتحول الرقمي، والبنك المركزي أخذ خطوة جريئة جدا، أسسوا شيء عندهم يسموه ساند بوكس، وزي ما تفضل سعادة المحافظ قبل كم يوم في المؤتمر اللي سويناه، بدون الاستعانة في أي خبراء، بدون الاستعانة في أي كونسلتنس، طرحوا فكرة الساند بوكس اللي هو فتحوا المجال لشركات التقنية المالية أو الفنتك. نعم. إنه يجوا للبحرين يراووا مقدراتهم ويتم ترخيصهم لتسهيل إنه يبدو العمل في البحرين. بالإضافة أنا دائما بحكي عن البحرين. نعم. إنه الطاقة اللي عنا مش سائل أسود دائما بيطلع من الأرض، عنا طاقة بشرية في البحرين. عندي في البنك 94% نسبة البحرنة، فالبحرين عندك العنصر الشاب، عندك الهيئة التعليم في البحرين، مش بس الجامعات اللي عندنا، البحرين من الخمسينات والستينات سابقة الشرق الأوسط كله في التعليم. فهذه صحيح. بعض العوامل اللي باعتقادي بتشجع طبعا التقنية والتقدم في الجهاز المصرفي. نعم. وإذا بنتكلم أكثر عن الحلول المتطورة الرقمية يعني أو اللي راح تستخدمونها مستقبلا، حكيت لحضرتك عن الـ Artificial Intelligence، هذه مهمة جدا. الشيء اللي أهم وخاصة بعد الكورونا، أنه بعد الكورونا وبعد طرح فكرة الاحتباس الحراري وكثر السيارات في الشوارع والتلوث الجو من السيارات، أهم شيء أنه البنوك الآن تبدأ أنه تسهل على الزبائن عدم الاضطرار أنه يركب الزبون في سيارته أو سيارتها وينزل على فرع ويتكلم مع شخص. لازم نسهل عليهم بطريقة التعامل. صح. بإتاحة مثلا تقدم لبطاقة الائتمان، التقدم إلى قرض شخصي أو تمويل شخصي. عنا وترقبوا قريبا إن شاء الله، يمكن في الربع الأول نسويها، إنه بنك البحرين الإسلامي سنكون أول بنك في البحرين يطرح عملية تقديم البطاقة الائتمان من الألف للياء على الموبايل بدون ورق، بدون التحدث مع أي شخص. هذه بتوفر على الجميع، بتوفر عليك الوقت، بتوفر عليك الاضطرار انك تترك بيتك او تترك شغلك. صحيح. هذه من اوراق الأشياء. مع اوراق وتروح أكيد. المكان الحكومي وتاخذ اوراق، ويعني الكثير من الامور وبروسس طويل. اكيد. والبيئه، يعني احنا صرنا نحكي عن البيئه انه لازم نخفف من استعمال الورق، لازم نخفف من استعمال الحبر. صحيح. صح. لازم نخفف من تلوث البيئه من السيارات. صدقني هذه الاشياء اذا كل البنوك سوتها فعلا بتساعد. نعم أكيد. أستاذ حسان، نبي نتكلم عن الفرص والتحديات اللي ممكن أنها هي تواجه القطاع المصرفي اليوم في البحرين وخاصة البنوك الإسلامية. يمكن أكبر تحدي لها الآن أن حجمها الصغير. معظم البنوك الإسلامية في البحرين مقارنة بالبنوك التقليدية لا تزال أصغر حجما من ناحية الأصول ومن ناحية رأس المال. هذه واحدة. الشيء الثاني، مجارات التحديات اللي الجهات التشريعية تفرضها على البنوك، اللي البنوك تضطر تستثمر مبالغ هائلة مش بس في التكنولوجيا بس في العنصر البشري لمحاربة اللي بيسموها الكومبلاينس، محاربة غسيل الأموال. نعم. الاستثمار في مجال السايبر سيكوريتي أو الأمن المعلومات، هذه من التحديات اللي تواجه البنوك، بالإضافة إلى التحديات اللي تأتي للبنوك من غير البنوك. صح. الحين بدت أمازون وجوجل وفيسبوك كلهم يدخلوا في معاملات مالية، أبل عندهم الكريدت كاردز. هذه تحديات للبنوك من جهات غير مصرفية. نعم. نعم. يا أستاذ حسان، نرجع مرة أخرى إلى المنتدى، نبي نتكلم عن أهم المحاور اللي طرحتوها تكلمتوا فيها. أولا تسليط الضوء على البحرين كمركز مالي، تسليط الضوء على البحرين كمركز مالي
بدأ يتميز بالابتكار في الصناعة المصرفية، وتكلمنا عن خبرتي الشخصية مع بنك البحرين الإسلامي، كيف قمنا بالنقل النوعية لبنك البحرين الإسلامي من بنك تقليدي إلى بنك رائد في مجال الابتكار. وأخيرا ركزت على أنه الابتكار لا يعني تكنولوجيا فقط، الابتكار هو أنك تجي في طرق معينة أو جديدة أنك تغير أو تحسن من طريقة أداء في أي شيء. نعم. فمش بس في التكنولوجيا الابتكار، فهذا كان معظم محاور المؤتمر. نعم أستاذ حسان، يعني من خلال المؤتمر أو المنتدى أكيد طلعتوا بتوصيات، البنك شنو بياخذ من هذه التوصيات وشنو راح يوظفها من خلال خلينا نقول المشاريع القادمة؟ أهم شيء نستمر في رحلتنا لتبسيط الأمور المالية لزبائننا، وهذا الشيء على فكرة صعب جدا. هذا ستيف جوبز حكاها مرة، ستيف جوبز قال simple is very difficult. صح. فأنت عشان تسهل الأمور المالية على زبائنك لازم أنت تحسن من أدائك، تصلح الانفراستراكشر، البنية التحتية، تستثمر في العنصر البشري اللي يتماشى ويصير يفهم يتكلم بلغة التكنولوجيا الجديدة. أنا دائما بقارنها، بقول العالم في السنتوري اللي فات اضطروا يعلموا اللي كانوا يسوقوا الله يعزك الحصان والعرباية، يعلموهم كيف يسوقوا السيارات، ومعها إجا يعلموا كيف اللي كانوا يصلحوا العرباية وما الحصان كيف يصلحوا سيارات. صحيح. فتحول هائل للمجتمع كله ولصناعات جديدة إن شاء الله يعني تنتج عن هذا الشيء. التوصيات الاستمرار في التسهيل الأمور المالية لزبائن البنوك. نعم صحيح. يعني أستاذ حسان نبي نركز على نقطة مهمة اللي هي يعني نتكلم عن التقنيات الحديثة أو المتقدمة من ناحية أن احنا نضمن حق الزباين الخصوصية، خلينا نتكلم عن هذا الجانب أكثر. هذه زي ما يسموها cops and robbers، كل ما الشرطة سوى شيء، كل ما للأسف العناصر السيئة تخترع طرق أخرى. أكبر شيء يواجهنا الآن اللي هو الأمن المعلومات أو السايبر سيكوريتي. نعم. مش بس من أفراد يجلسوا في بيسمنت زي اللي ما بنشوفهم في الأفلام لابس هودي، لا، في جهات حكومية، في جهات أجنبية مثلا من خارج ممكن تدخل في هذا المجال. فمن المهم جدا أنه البنك يوازن بين توفير الأسس أو السبل التكنولوجية مع الحفاظ على أمن المعلومات أو أمن خصوصية الزبون. نعم. أهم شيء التوعية. إحنا البنوك نسابق ونحاول دائما عن طريق المسجن، عن طريق السوشيال ميديا، أنه العالم صار كله ديجيتال، صار كله إلكتروني، مش كل شيء بيجيك في البريد. صحيح. سوي كليك على الرابطة، be careful. صح. البنك لن يسأل، لن يطلب منك كلمة سر، ما فيش أي شركة أو معتبرة تطلب منك أشياء خصوصية بدون إذنك. فالتوعية أهم شيء في هذا الشيء، وهذا شيء على البنوك لازم يعني نستمر في إن شاء الله توفيره للزبائن. نعم صحيح. إحنا صرنا أصلاً في الفترة الأخيرة عبد الله كانت لاحظ قمنا نشوف يعني البنوك تتسابق بالرسائل، يعني صح. حتى ساعات في السوشيال ميديا عن طريق المسجات توصلنا. فعلا. عن طريق يعني أمور كثيرة أنهم يحرصون البنوك وأيضا مصرف البحرين المركزي اللي هو CBB دائما يكونون حريصين على أول نقطة اللي هي التوعية. نعم صحيح. ولذلك يعني إحنا بنتكلم أكثر عن خلينا نقول الجانب التطويري، بما نحن شفنا التوعية في الأمور التطويرية اللي كل يوم احنا نشوف امور تطويريه. نبي نتكلم عن الشعب البحريني، شلون هو قاعد يشوف الامور التطويريه في البنك او خصوصا يعني في مجال التقنيه بالاصح. يعني كل يوم احنا نشوف شيء جديد، فشلون تشوف معاملات البحرينيين مع التطور؟ شوف استخدام التكنولوجيا في البحرين من اعلى النسب في العالم. نعم. بعطيك مثال عن بنك البحرين الإسلامي. لما بدأنا في التحول الرقمي وبدأنا ننشر لزبائننا أو لغير زبائننا أنه أنت ممكن تفتح حساب عن طريق الموبايل، أنت حساب جديد ما عندك شيء في البنك،
تاخذك 5 minutes 5 دقائق عن طريق السيلفي. الاستقبال كان هائل. نسبة استخدام زبائن بنك البحرين الإسلامي للموبايل سيرفيسز الآن من أعلى النسب يمكن في الشرق الأوسط مو بس في البحرين. وهذا يدل على أنه الشعب البحريني متقبل جدا، وخاصة أنه عندنا نسبة كبيرة من الشباب. صح. الشباب خلص يعني ما في شاب أو شابة الآن بده يروح على الفرع أو يتصل في الكول سنتر، كل شيء على الموبايل، بطلب أكلي على طلبات وبسوي البنكينج على الموبايل. صحيح. فنسبة عالية جدا. حتى العناصر الشياب اللي زيي أنا كثير منهم صاروا شباب يعني لهم باع طويل في هذا. فإحنا بالعكس فوجئنا بشكل إيجابي على تقبل الشعب البحريني الزبون البحريني لل التكنولوجيا المالية. نعم، يعني احنا صراحة نعتبرك يعني كتلة كبيرة من الخبرات والمعلومات. تسلم. يعني تسلم. وجودك معنا اليوم هو بروحه بحد ذاته. تسلم. يعني واجب. توعية واجب طبعا وشرف. اكيد استاذ حسان جرار رئيس تنفيذي لبنك البحرين الإسلامي، كل الشكر لوجودك معنا اليوم. شكرا، يعطيكم الف عافية. الله يعافيك، شكرا لك. مشاهدينا احنا مواصلين معاكم باقي فقرات شمس البحرين، ولكن من بعد هذا الفاصل. الروتين اليومي والعناية بالبشرة والشعر يعتبرون من أولويات كل شخص قاعد يتابعنا الحين، عشان يظهر بأجمل صورة، وخاصة البنات يحبون يبرزون أناقتهم وجمال بشرتهم الصحية. مشاهدينا اليوم عندنا مشروع وايد حلو للمنتجات والعناية، لكن اللي يميزه على البقية أن بصمة بحرينية 100%. نعم فعلا، ترى حتى الشباب يعني يستحقون هذه المنتجات. صحيح. وخصوصا مثل ما قلتي دلال أن هذه المنتجات البحرينية اللي تم صنعها من قبل شبابنا المبدعين دائما تكون مميزة وعلامة فارقة أمام أي منتج حتى لو كان عالمي. وللحديث أكثر حول هذه المنتجات الطبيعية معانا لطيفة أبو حسين، صاحبة مشروع أفروديتي بيوتي. السلام عليكم. يا هلا فيك، صباحك خير. شكرا على الاستضافة. يا هلا فيك. طبعا احنا نبي نتكلم عن المشروع ككل. يمكن ابتديتي بزيت الأرغان مثل ما وصلتنا هذه المعلومة، ولاقت صدى كبير في السوق البحريني. صحيح. شو اللي خلاك يعني تجدمين أكثر وتسوين هذه المنتجات؟ أولاً بدينا في زيت الأرغان لأن زيت الأرغان موجود ناتشرال، يعني بيور من غير أي معطرات من غير أي سنس. فإحنا يوم نزلنا 100% ناتشرال أورغانيك، في نفس الوقت نزلنا 100% ناتشرال مع زيوت عطرية. فنزلنا بريحة الريد فروت وريحة العود اللي هما البست سيلر سنس عندنا، وايضا عندنا سنتات ثانيه، في بعض السنتات ترغب فيها الرجال اللي هو اللافندر والعود عندنا. فلانك كنا مختلفين ونزلنا كولكشن كامل من الارجن اويلز وفيهم روائح مختلفه، احس هذا اللي جذب الزباين لنا. بعدها بدينا تطورنا اكثر واكثر، شفنا مثلا شنو الروائح اللي الزباين ترغب فيها اكثر، مثل ما ذكرت لكم الريد فروت والعود اكثر سنتين عندنا مبيعا. فسوينا لهم كولكشن، نزلنا سكراب، نزلنا صابونية، نزلنا ماسكات، كريمات، فكلهم يكونون بالسنت اللي يرغب فيه الزبون. حلو. يعني لطيفة، إذا بنتكلم أكثر عن مثل ما نعرف أن أنت اللي تشرفين على هذه المنتجات وأنت اللي تسوينها من الألف إلى الياء، لكن بنتكلم أكثر عن منتجاتك، شنو تقدمين؟ إحنا نشرف عليهم، ما نسويهم from scratch. يعني عندنا دكتور اللي في اللاب هو اللي يعطينا مثلا المنتج، نقول له احنا نبي شيء يكون حق ترطيب وحق كذي كذي ويكون 100% ناتشرال وفيها المواصفات، هو يسوي سامبل يطرش لنا من المغرب، انا هني اجربه كلطيفه، اجربه اشوف شنو يحتاج مثلا ترطيب اكثر، يحتاج زيوت اكثر، يحتاج مثلا سنت اكثر، التكستشر لازم يتغير هالأمور. بعدين أنا أعطي التفاصيل هذه وهو يزيد ويعدل ويطرش لي سامبل مرة ثانية.
يعني احس في بروسس، يعني مو اي منتج ممكن يطلع تحت اسمك، فيمر ببروسس طويل من خلينا نقول تجربه شخصيه اكيد تجربينه. اكيد. هذه شنو يفيد خلينا نقول رائد العمل نفسه، شنو يفيدك اليوم؟ لازم كل رائد عمل احس انه يدخل روحه اكثر في المنتجات اللي عنده، ويعرف المنتجات اللي عنده عدل. فانا كلطيفه اذا جيت انا ببيع منتجي لازم انا اعرف كل ديتيل فيه، كل تفاصيل اللي فيه. صحيح. لازم انا اعرفه، لازم اكون مجربته ومجربته مو مره واحده، مجربته على فتره، فاعرف مثلا اعرف اتكلم عن الفوائد مالته، اعرف اتكلم عن مثلا خلينا نقول التكستشر مال الملمس، اتكلم عن الفوائد اللي يعني بيستفيد الشخص منها. وهالامور اتوقع يعني الرابع والاهل وايد محظوظين، لان اكيد هم قاعدين يجربون اشياء طبيعيه من فتره فتره. هذا اللي احنا نسويه. فاول ما اطلب منتج يعني من اللاب يجيني، انا اجربه، الوالد يجربه، الاهل يجربونه، فكل واحد نعطيه الاشياء اللي تخصه، الاشياء اللي هو ولا هي ترغب فيها. صحيح. ويجربونها بعد ويانا. على طار الاهل احنا نوجه لهم تحيه، لان احنا ندري انهم قاعدين يشوفونا من الصبح. يعطيكم الف عافيه، واحنا فخورين اكيد في لطيفه. اكيد طبعا. يعني لطيفه، اذا بنتكلم اكثر عن جانب اللي دائما البنات او دائما اللي يستخدمون مثل هذه المنتجات يركزون عليها، الاثار الجانبيه. خلنا نتوسع في ذي النقطة أكثر. أنا دائماً أقول إن إحنا عندنا معظم المنتجات 100% ناتشرال، فأغلبيتها ما فيها أي أعراض جانبية. في أشياء إذا تبين، عندنا منتجات مثلاً إذا أنت تبين نتيجة أسرع، هذه الأشياء موجودة، بس إحنا كتخصصنا نتخصص في المنتجات اللي هي 100% ناتشرال. فالأشياء اللي 100% ناتشرال عندنا مثل الكليز اللي هما الطين، عندنا الطين الأخضر والطين الأحمر والطين الأبيض، هذين يجونك 100% ناتشرال. فأنت لو شقد بتستخدمينه ما بيأثر عليك سلبيا يعني. صحيح. إيه صحيح. لطيفة، شو رايك تروينا أنت جايبة اليوم يعني نماذج من هذه المنتجات؟ خلينا نشوفها، خلينا نروي السادة المشاهدين. عندنا جبت لكم مثل ما ذكرت أن عندنا 2 best selling scents اللي هما العود، وعندنا الريد فروت. فهذين عندنا زيت، هاي بالنسبة حق زيت الأرغان. زيت الأرغان إيه، عندنا زيت الأرغان اللي هو بالريد فروت، وزيت الأرغان اللي بالعود. الحين الكاميرا قاعدة تشوفها. إيه تمام. لا تحاتين. فعندنا الريد فروت وعندنا العود مثل ما ذكرت، هو أرغان أويل 100% ناتشرال طبيعي 100%. وفي ريحة يعني أنا ممكن. ودي أشم العود بصراحة. إذا ممكن لا تفضلي. وشنو استخداماته؟ استخداماته حق الجسم، حق الشعر، الرياييل يحبونه، حق أفتر شيف. خليتك. شكراً. حلو، يعني ممكن يستخدمون الجنسين سواء البنات؟ أكيد. إيه نعم. أوكي. وإحنا وفر وفر بعد الروائح مثل صراحة عجيب. إيه؟ وايد عجيب. العود المفضل عند أخوي، فيحب يحطه على بعد الرياييل عقب الشيفينج، يصير عندهم جفاف. صح. خاصة في الشتاء. فوايد يرغبون في العود، وأيضاً اللافندر صاير فريش أكثر ورجالي. حلو حلو. شنو عندك بعد؟ عندنا بنفس السنتين اللي ذكرتهم اللي هما عندنا العود والريد فروت، عندنا سكربات، وعندنا ايضا بودي باترز. فعندنا يصير نفتحها عشان نقدر احنا نشوفها. افتح لك الريد فروت. انا وايد احب هاي الاشياء اللي تكون كذي مصنوعه، يعني تستحقين اتوقع حق الويكند عقب يوم طويل تحس روحك فريش. صح. يعني هذه احسه، هذه السكراب. إيه؟ سكراب صح. اول شيء لونه وايد حلو. وشنو مكوناته لطيفه؟ مكوناته تشوفي كل سكراب مكوناته مختلفه على المقشرات. يعني عندنا هذه الريد فروت والعود المقشرات اللي فيه شكر. فعندنا مثلا الكوفي سكراب المقشرات اللي فيه تكون كوفي، وممكن تكون بعد حتى المقشرات اللي جاية من الفواكه. صح. فيعتمد على كل وحق كل أنواع البشرة، يعني البشرة العادية ولا الجافة ولا الدهنية ممكن يستخدمون كل هذه المنتجات، أو أنت مسوي تصنيف معين؟ في تصنيف معين، يعني عندنا هذلين صايرين زيتيين فحق البشرة الجافة. أوكي. عندنا حق البشرة الدهنية ممكن يستخدمون الكوفي سكراب، لأن البيس ماله طين، من كلي. صح. ف
فهو افضل حق البشره خلينا نقول الدهنيه. نعم. لطيفا. زين بالنسبه حق الشباب يمكن انا عارف ان بشرتي اتوقع مختلطه ما بين الدهنيه والخلينا نقول الجافه نوعا ما، شنو تنصحين الشباب؟ دائما انصح اذا ما تعرفون بشرتكم شنو، هل انها دهنيه او جافه، انصح بكريمات ترطيب. يعني في بعض الناس اذا تكون بشرتهم دهنيه بتزيدها زيت ارغون ولا بتزيدها اي اويل حق البشره من عندنا، ممكن انها تطلع مثلا خلينا نقول حبوب، لان انت البشره تكون عندك دهنيه. نعم. فدائما افضل ان يروحون حق الكريمات اللي بعد في نفس الوقت فيها نفس الفوائد. عندنا احنا مويسترايزنج كريم، كريم ترطيب للوجه اللي هو مصنوع من الارغون، وعندنا ارغون روز، وعندنا من التين الشوكي، فكل واحد واختياره. يعني ما نسيت الشباب من خلال المشروع اكيد. اكيد لا. نعم. يعني ابى اتكلم عن يمكن جانب كلش مختلف، مثل اختلاف الهندسه عن التجميل. يعني شلون هندسه وخلينا نقول عقب في منتجات التجميل، هل في رابط تحسين؟ يمكن انا الحين اشوف انه ما في رابط، فسري لي. شوف، ما بقول لك انا في رابط بينهم، بس انا الهندسه وايد فادتني في مشروعي. يعني من ناحيه البراندنج، انا سويت البراندنج فروم سكراتش، بديت في الباكجينج مال البرودكتس، عندك الباكج البوكس اللي نطلع حق الزباين، الباكج مال المنتج نفسه، كل منتج جديد يصير عندنا انا اصمم فيه الباكجينج. يعني مثلا عندك علبه العود سكراب مو نفس الارجن اويلز، مو نفس الارجن الاوريجينال اللي هي اكبر، مو نفس زيوت الواي، فكل بوتل او كل الباكج، كل علبه عندنا ديزاينها مختلف. ليش ديزاينها مختلف؟ عشان نصنف، عندنا كاتيجوريز. يعني مثلا زيوت الارجون كلها نفس يعني نفس الحجم فنفس الباكجينج، عندنا زيوت ثانيه ايضا للوجه نفس الحجم، فعشان نعطي الاختلاف ان هذه غير عن ذي، هذه زيت ارغون بيور خلينا نقول ولا طبيعي، والثاني يكون مثلا سيروم للوجه، سيروم للعين، هالسوالف تكون يعني شوي مختلفه، يكون ما فيها الباترن اقل. صحيح. يعني الكاستمر يحس بذي الشيء، يعني ما اعرف هل يحس انه بهذا الاختلاف، ولا يمكن هاي بشكل لا واعي، يعني ممكن هو يحبه اصلا بهذه الطريقه. انا احس الزباين تحب بهالطريقه، لان انا بالنسبه لي اذا بشتري منتج بقرا عنه وبشوف فوائده وكل شيء، بس بعد ايضا الباكجينج والبراندنج عندي وايد مهم. صح. فانا عشان اشتري المنتج لازم يلفت انتباهي. ترى دلال دائما تقول لي انا اذا ما يعجبني شكل المنتج ما اشتري. صح ولا لا؟ احنا دائما نقول الكتاب ينعرف من عنوانه. شلون انا اعرف الشيء اذا ما شفت الباكجينج، اذا ما شفت الالوان؟ وساعات ترى حتى لما تيجي تجرب عبد الله التست، يعني لازم تشوف انه هو كواليتي، تشوف انه هو نظيف مرتب، هني ينعكس على من؟ على صاحب المشروع. فعلا. فهذا اللي انا حسيته. يعني لطيفه، انا بنتكلم عن المنتجات هذه، هل منتجاتك مثلا في فصل الصيف تختلف عن الشتاء؟ اي يعني عندنا منتجات التم اللي مال السكربات الاويلز وهالسوالف، بس عندنا واحنا ما نسوي شيء ديسكونتينيود، يعني نخلي عندنا موجود، بس في مثلا خلينا نقول بعض المنتجات تمشي اكثر في الشتاء. مثلا البودي بوتر، زبدات الجسم، عندنا زبدات 100% ناتشرال ترطيب، فترطيبها وايد وايد عالي، يمشي سوقها في الشتاء اكثر. انا بالنسبه لي احب استخدمها في الصيف بعد، لان انا بشرتي جافه، بس عموما تمشي اكثر في الشتاء. نعم. عندك ايضا تانينج اويلز، فصل الصيف ننزل تانينج اويلز، طبيعي. إيه طبيعي ايضا. نعم. فالتانينج اويلز بولهم استخدام في الشتاء. صحيح. إيه. صحيح. لطيفه، يعني مثل ما نعرف ان احنا يعني قبل فتره مرينا بفتره الجائحه، طبعا انت مثلا خلينا نقول ما عندك محل وما قدرتي تسافرين ان انت تباشرين هذه المنتجات، شلون قدرتي تتعاملين مع منتجاتك وشلون قدرتي ان انت تسوقين لها؟ كمنتجات اني اتابع، مثل ما ذكرت المنتج يروح ويرجع البحرين كذا مره، يعني عندنا منتجات راحت وردت اكثر من 6 مرات. ما شاء الله. فنطول لهذا السبب، نطول الزباين يقولون انزين العود سكراب تكلمت عنه من قبل، وايد تاخرنا في تنزيله،
الزباين حبوا ريحة السنت مال العود ويبون سكراب، كلهم ما علي إن شاء الله، بس إحنا لأن لازم نجربه ويروح ويرجع، زيدوا الزيوت، عدلوا ذي، زيدوا المقشرات، قللوا المقشرات لما يضبط وبعدين ننطلبه. صح. فيروح ويرجع علينا كذا مرة. بالنسبة حق التسويق، التسويق مالنا كان أونلاين ولا زال أونلاين، عندنا المحل بس لحين أغلب مبيعاتنا تكون أونلاين. ففترة الجائحة الكل كان يتسوق أونلاين والكل اهتم أكثر واعتنى أكثر ببشرته لأنه ما كان عندنا شيء نسوي. صحيح. وللحين أنا أقول في فرصة أن احنا نعتني في روحنا، لأن هاي كلها دائما تقولي اللي يعتني في نفسه، شوف أنا وايد أقول اليوم اقتباسات منك، اللي يعتني في نفسه هو يستثمر في نفسه حتى في المستقبل، يعني لما الواحد يهتم في بشرته. كلها نصايح دلال. نبي نتكلم دام الحين احنا قاعدين نشوف وايد منتجات أو خلينا نقول شركات عالمية، ما بنذكر اسم أي شركة، قاعدة تروج بطريقة أو بأخرى أن هي عندها منتجاتها الطبيعية. كونك أنت اليوم عندك منتجات طبيعية، فموري هل عندك فكرة أن أنت تدشين مستحضرات التجميل بشكل أكثر، يعني أمور الميك اب وغيرها، وتكون أكيد طبيعية؟ أكيد. وإحنا أوريدي بدينا، خطينا ذي الخطوة، عندنا التنت، عندنا لب أند شيك تنت، فهو حالياً المنتج الأكثر مبيعاً عندنا. يعني لدرجة أن أنا ما فهمت، ما فسري لنا شنو التنت. التنت هو هو شيء مشابه حق البلاشر، صح؟ ايه؟ تقدر تحطه على الخدود عشان يعطيك الحمرة الطبيعية، ودائما يكون طبيعي. شنو جاوبت عنك؟ لا بس يعني يعطي مثل ما ذكرت احمرار طبيعي حق منطقة الخدود، اللبس، فهذه عندنا يا ناتشرال، مستخدمين في زيوت طبيعية، مستخدمين في العكر الفوسي حق اللون. فهذه خطينا هالخطوة، بدينا فيها، ومثل ما ذكرت البرودكت الأكثر مبيعا عندنا لدرجة اللي ما نلحق نجيبه. يعني عندي زبونة يات حتى شرت التستر اللي موجود في المحل، ما شاء الله. قلت بايب لكم أنا سامبل، بايب له على الأقل التستر، بس حتى التسر ما خلوا لي. بس هذا المطلوب، اهم شيء. اي عسى الله يوفقك ان شاء الله. ان شاء الله اجمعين. احنا جدا سعيدين بهذا اللقاء. لطيفه ابو حسين، كل شكر على وجودك، ويعطيك الف عافيه، وان شاء الله من تفوق الى تفوق باذن الله. شكرا وياكم اجمعين ان شاء الله، يعطيكم العافيه وشكرا للاستضافه. الله يسلمك يا رب. ننتقل الى فقرتنا، اتوقع هاي الفقره انت وايد تحبينها، فقره طبيه. اكيد. ايه؟ مشاهدينا في فقرة نصيحة طبية، خلنا نشوف النصيحة اللي بيقدمها لنا مستشفى الملك حمد الجامعي في التقرير التالي. نتابع. بالنسبة حق عمليات تجميل والترميم، وخصوصا الترميم، هو عبارة عن جراحة نوفرها حق المريض اللي يعني صادته إصابات، منها إصابات المرورية أو إصابات العمل، عندهم مشاكل مثلا متشوهين، نحن نوفر لهم العمليات في الترميم. مثلا على سبيل المثال، إذا في مريضة مسوي استئصال الثدي، نحن نسوي لها عملية ترميم الثدي، بعبارة ناخذ من عندها عضلات أو ناخذ من جلدها ونسوي لها العملية ونركب لها ثدي جديد، وهاي شيء يساعد المريضة على أنها تسترجع أنوثتها وثقتها بنفسها. نفس الشيء في إصابات العمل، إذا واحد عنده مثلاً بتر في الصبع، أو عنده مشكلة من إصابات مرورية وعندهم تشوه في الأصابع أو في الريد، إحنا نسوي لهم عملية ونسوي لهم ترميم هالمفاصل والعظام، والعملية تسترجع أن المريض قدرته على أنه يقدر يستعمل يده أو ريله مرة ثانية. مشاهدينا في برنامجكم شمس البحرين، نحب نبرز المشاريع الابتكارية المميزة، ودائما نفتخر بالطاقات الشبابية البارزة والكفاءات العالية والمعطاءة في مجالهم. نعم دلال، وبالفعل لذلك اليوم معنا خير مثال يحتذى فيها، باحثة ومهندسة في مجال تقنية المعلومات وهندسة الحاسوب، أثبتت بقدراتها بأن المرأة البحرينية لديها الكثير لتعطيه للمجتمع وللعالم. يسعدنا أن تكون معنا في الاستديو المهندسة تسنيم يوسف. صباحك خير، يا هلا يا مرحبا فيك. صباح الورد. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة الكريمة. يا هلا فيك مهندسة تسنيم. يعني في البداية بنتكلم عن دخولك إلى عالم لمجال تقنية المعلومات وشغفك في مجال التكنولوجيا، شلون كان
وشلون وصلتي اليوم لما أنت عليه؟ طبعا أول شيء من وأنا صغيرة كنت وايد عندي شغف في مجال تقنية المعلومات، كنت وايد أحب يعني حتى الألعاب الإلكترونية أحاول أسوي عملية تفكيك وأركبهم، أحاول أفهم شلون هاي الأجهزة تشتغل. في المدرسة كنت وايد أحب أشترك في مسابقات الروبوتكس، مسابقات لها علاقة بالرياضيات، لأن الرياضيات والعلوم هو جزء أساسي في مجال تقنية المعلومات والهندسة. ليه وصلت للمرحلة الجامعية وأصريت على التخصص في هندسة الحاسوب بجامعة البحرين؟ دراستي في جامعة البحرين وايد فادتني، وايد أثقلت المهارات والمعلومات المفيدة في مجال تقنية المعلومات، ومن ثم اتجهت لي المجال العملي والتدريب العملي، لأن هاي وايد مهم في مجال تقنية المعلومات، الممارسة مهمة وايد. ومن ثم اتجهت لي الدراسات العليا، التحقت بجامعة نوتنغهام في بريطانيا لدراسة الماجستير أيضا في تخصص هندسة الحاسوب وهندسة الإلكترونيات ببعثة من جامعة نوتنغهام. نعم. نعم، يعني تسنيم لو بنتكلم أكثر عن مشروعك الابتكاري اللي يخص الأقمار الصناعية وتقليل التشويش. طبعا أول شيء حابة أعرفكم شنو يعني الملاحة العالمية عبر الأقمار الصناعية. طبعا الملاحة العالمية عبر الأقمار الصناعية أو بما يعرف بالإنجليش GNSS هو نظام يتركز على 4 عوامل. أول شيء يحدد لنا الموقع، فهو له دقة عالية في تحديد الموقع في جميع أنحاء العالم. ثاني شيء الوقت، فهو له القدرة على تحديد الوقت بدقة عالية، وأيضا الوحدات الزمنية في كل قارة في العالم. ثالث شيء التنقل، يعني أنه أنا أقدر أسوي بث مباشر لتنقل الشيء من مكان لمكان. آخر شيء هو تحديد الخرائط، كل الخرائط اللي في العالم وتحديثها عن طريق نظام الملاحة العالمية من خلال الأقمار الصناعية. طبعا الملاحة العالمية عبر الأقمار الصناعية على سبيل المثال في مملكة البحرين احنا نسميه بالGPS. GPS هو معروف في أمريكا، في أوروبا يسمونه جلانيوس، في الهند يسمونه نيفيك، في الصين يسمونه بيدو، فعلى حسب كل بلد يطلق عليه اسم معين. طبعا في البلاد العربية مملكة البحرين يعرف بالGPS. طبعا الأقمار الصناعية مفيدة جدا في حياتنا، فهي تستخدم على سبيل المثال في الزراعة، يعني المزارعين لو يبون يعرفون منطقة معينة إذا هي صالحة لمحاصيل معينة من خلال الأقمار الصناعية. أيضا البحرية، يعني أحيان لو الصياد يبي يصطاد أسماك معينة يقدر يسوي هالشيء عن طريق الأقمار الصناعية. وكذلك السكك الحديد، الطرق، في أعمال الأمن، أعمال الجيش. يعني قبل كان يستخدمون الأقمار الصناعية في التشويش على العدو في الحروب حتى. فهو له مجالات جدا مفيدة. مشكلة الأقمار الصناعية إن الإشارات والموجات جدا ضعيفة، فهي عرضة على التشويش، عرضة للهجمات الإلكترونية. قد صحيح. تصل الضعف إلى ماينس إلى ناقص 160 ديسيبل اللي هي الوحدة القياس. فبالتالي أنا من ابتكاري حاولت أسوي خوارزميات معينة لتقليل التشويش على موجات أو إشارات الأقمار الصناعية، وأيضا تطبيق هاي الخوارزميات أو البرمجيات على جهاز من أجل التسويق والبيع في الأسواق. نعم نعم أكيد. مهندسنا بنتكلم عن أهم الجوائز اللي حصلتيها من داخل مملكة البحرين وخارجها أكيد. طبعا الحمد لله قدرت أمثل مملكة البحرين في عدة مسابقات ومؤتمرات سواء خارج أو داخل مملكة البحرين. فعلى سبيل المثال حصلت على المركز الأول في قسم هندسة الحاسوب كأحسن مشروع تخرج، وأيضا حصلت على أحسن رسالة ماجستير في جامعة نوتنغهام ببريطانيا، وكذلك حصلت على المركز الثاني في مسابقة جايتكس في الإمارات، وأيضا المركز الثالث في مسابقة شباب من أجل التغيير في مصر، وأيضا في مسابقة مهندسي الإلكترونيات والكهرباء في ألمانيا، وأيضا شاركت كمتحدث رسمي في عدة مؤتمرات كمؤتمر شباب العالم الأولي في كولومبيا، وأيضا مؤتمر النساء في مجال تقنية المعلومات في أمريكا. وقدرت أسوي ورش عمل ومحاضرات داخل البحرين من أجل الترويج
أهمية مجالات تقنية المعلومات وهندسة الحاسوب بالاشتراك مع مركز رعاية الموهبين، وزارة التربية، وأيضا جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات. إن شاء الله يعني جوائز عديدة وإنجازات كثيرة. صحيح، وإحنا فخورين بهذا الشيء، يعني فخورين أنك أنت اليوم موجودة عندنا ومثال مثل ما قلنا فعلا يحتذى به، أن أنت يعني تعطين هذه الطاقة للشباب، أنه يعتبر دعم فعلا. أيضا عبد الله دائما الأمثلة اللي إحنا نجيبهم في شمس البحرين نتشرف فيهم على طول. أكيد. حلو أنك أنت تتكلمين عن هذا الابتكار. يعني تسنيم، نبي ننتقل إلى النقطة الأهم، شنو هي الصعوبات والتحديات اللي ممكن يواجهها المخترع اليوم؟ طبعا المخترعين والمبتكرين يواجهون عدة صعوبات. يعني على سبيل المثال مخترع يكون عنده فكرة بس ما يقدر يوصلها للنور نفس ما نقول، يعني ليش؟ لأنه دايما يكون اللي حوالينا أحيانا ما في تشجيع، ما في وعي تام بأهمية الاختراع. طبعا الاختراعات والابتكارات بها يتم ارتقاء المجتمعات وتطوير المجتمعات. صحيح. أيضا بعض المخترعين عندهم نقص في الدعم المادي، لأن هذه الاختراعات والابتكارات تحتاج دعم مادي، أيضا الوقت والجهد، لأنه أغلب المخترعين والمبتكرين ما عندهم تفرغ تام للاختراع بسبب الانشغال بأمور أخرى. بس الحمد لله الحمد لله مملكة البحرين رائدة في هالمجال. يعني أنا من أسبوع اللي طاف سويت وركشوب أو محاضرة للأطفال من في المرحلة الإعدادية، يعني انبهرت بشغفهم للاختراع. يعني حتى تموا يسألوني شلون سجل، شلون سوي ابتكار، شلون الخطوات، وهم في المرحلة الإعدادية. يعني فهي دليل إن صار في وعي تام بأهمية الابتكار والأفكار الإبداعية. ولو عندك فكرة إنه مباشرة تسجل براءة اختراع أو تقوم بتنفيذ هاي الاختراع. فقاعد تشوف إن في وايد تطور، وفي بدأ يصير في وعي تام بأهمية الابتكارات. صحيح. في مجال تقنية المعلومات. صحيح. نعم، احنا بنتكلم أكثر عن براءة الاختراع، لكن عندنا نقطة نبي نتكلم عنها. يعني اليوم المهندسة تسنيم يوسف، من وراء نجاحها، من الداعم الأول لها، من اللي طالع كل ابتكار وطالع كل مشروع هي تقدمه ويكون داعم لها وسبورت؟ أول شيء أحب أوجه شكر لأهلي طبعاً، لأصدقائي، لزملائي في العمل سواء في شركة بنفيت أو في جامعة البحرين للتكنولوجيا. وايد حصلت دعم وإيمان بالقدرات والأفكار اللي عندي. ثاني شيء أحب أوجه شكر خاص لوزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة اللي دعموني ووجهوني للطريق الصحيح في مجال الابتكار أو تسجيل براءة الاختراع. وأيضا أوجه شكر خاص لمعلميني ومدرسيني في جامعة البحرين، وبالأخص قسم هندسة الحاسوب، وأيضا في قسم هندسة الإلكترونيات والحاسوب في جامعة نوتنغهام في بريطانيا. أيضا أوجه الشكر لتمكين وبنك التنمية، يعني وايد في جهات في البحرين قاعدة تدعم المبتكرين والمخترعين وتساعدهم في الطريق الصحيح لتحويل فكرة في المخ لمشروع ابتكاري نقدر نسوقه أو نبيعه في سوق البحرين. صحيح. وأنا أضيف بعد على كلامك، يعني هذه الوقفة التقديرية أيضا وجه تحية حق الإعلام، يعني وزارة الإعلام، تلفزيون البحرين دائما يستقطبون الطاقات الشبابية. صح. اللي عندهم هذه الابتكارات المميزة. صحيح. عبدالله. وهم اليوم أكيد يكونون معنا في، خلينا نقول، في برامجنا، سواء كان برنامج شمس البحرين أو باقي البرامج طبعا. صحيح. يعني خاصة إحنا في شمس البحرين ما يمر الأسبوع إلا عندنا من الضيوف اللي دائما يكون عندهم ابتكارات. صح. يكون عندهم أشياء حلوة خارجة عن المألوف. فعلا أكيد. صحيح. نعم. يعني تسنيم، نبي نتكلم أكثر عن تقنية المعلومات، يعني تشوفين إلى أي مدى أهميتها في حياتنا اليومية؟ طبعا تقنية المعلومات في حياتنا اليومية، يعني على سبيل المثال أحيانا تستخدمون الآيباد أو الأجهزة الإلكترونية، التليفون، هي يعتبر تقنية المعلومات. في أزمة الوباء العالمي الكورونا، بدون تقنية المعلومات ما كنا نقدر نسوي تعلم عن بعد، ما نقدر إن نشتغل عن بعد، يعني نشتغل من البيت. الأجهزة في التعليم، اللوائح الذكية، برامج الزوم، برامج التيم، هاي كلها من تقنية المعلومات. أيضا في الصحة، في الزراعة، في الصناعة، تقنية المعلومات هي وفرت الوقت وزادت الإنتاجية، وأيضا الإنتاجية مو إنتاجية عادية بل إنتاجية بجودة عالية.
تقنية المعلومات من أشهر الأمثلة اللي هو الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي الحين قاعد يدش جميع المجالات فعلا. على سبيل المثال الذكاء الاصطناعي يدش في الروبوتكس أو مجال الروبوتات، تقدر تسوي أشياء دقيقة جدا صحيح. وتحاول تقلل المخاطر اللي ممكن الإنسان يسويها وتقلل الأخطاء. فالروبوتكس على سبيل المثال يقدر يطفي الحرائق، ممكن يسوي عملية جراحية دقيقة جدا، عملية في القلب أو في العظام. فتقنية المعلومات بلا شك دشت حياتنا بشكل متوسع من الأطفال إلى كبار السن. نعم صحيح. صحيح. يعني مهندسة ذكرنا من قبل شوي براءة الاختراع، اليوم لو بنتكلم شوي أكثر عن براءة الاختراع، يعني هل المهندس هو نفسه، أو خلنا نقول عفوا صاحب الشأن أو صاحب الاختراع هو بنفسه يروح يسجل هذه براءة الاختراع؟ وش كثر راح تكون خلنا نقول براءة الاختراع مسجلة، يعني كم مدتها تكون؟ طبعا أول شيء الاختراع هو شنو؟ الاختراع هو عبارة عن فكرة تفيد المجتمع، أوكي، وأيضا فكرة فريدة من نوعها، ولكن ليس فقط فكرة فريدة من نوعها، ولكن ممكن أيضا أنه في فكرة موجودة في السوق بس أنا حبيت أطور تقنية معينة فيها وأضيف ميزة فيها، فهي أيضا يعتبر اختراع. طبعا براءة الاختراع يعني عبارة عن وثيقة يمنحها مكتب براءة الاختراع للمخترع أو المبتكر، وبضمانها تتم الحماية القانونية والنظامية لهالاختراع، وبناء عليه تحميه من سرقة مشروعة أو سرقة أفكاره. صحيح. في مملكة البحرين مدتها منذ تسجيل البراءة 20 سنة، وهي شيء وايد زين يعني 20 نعم. سنة. لكن مجرد انتهاء 20 سنة لابد من تسجيل براءة اختراع أخرى. طبعا براءة الاختراع من أهم الخطوات للمخترع والمبتكر لحماية فكرته أو مشروعه. يعني المبتكر أو المخترع لو عنده فكرة في خطوات معينة، أول خطوة أن يقوم بدراسة وأبحاث لأن يشوف هل الفكرة مالته موجودة already في السوق أو لا. لو موجودة لازم يقوم بابتكار شيء فريد من نوعه، شيء غير، يعني ما يصير انه شيء موجود انا اسوي عليه، لا لازم شيء فريد من نوعه. صحيح. المرحلة الثانية يبتدي بالتطبيق، والمرحلة الأخيرة هي النموذج الأولي. النموذج الأولي لو هالمشروع شيء ملموس، لو فكرته ما يعني مو شيء ملموس، فبالتالي التطبيق سواء في خوارزميات أو برمجيات معينة. صحيح. وطبعا أهم خطوة هو تسجيل براءة الاختراع مجرد أن يكون عنده فكرة، لأنه ممكن واحد آخر يكون عنده نفس فكرته، فهو لازم يبادر بتسجيل البراءة. نعم. كأول خطوة أول ما يكون في فكرة. نعم. إبداعية عنده. صحيح. يعني هاي شيء يحمي المخترع، هاي شيء. نعم. صراحة إحنا نفخر بوجوده، أنه يكون عندنا في مملكة البحرين. المهندسة تسنيم، كل الشكر لوجودك معنا اليوم في شمس البحرين. شكرا 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 لك. مشاهدينا، تحت رعاية الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي، نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، احتفلت جامعة المملكة مساء يوم السبت بتخريج الفوج 8 و9 و10 الذي يقيم بأفكار خريجينها المبدعين. بنشوف أجواء الحفل في التقرير التالي. سعداء في هذه الليلة بالاحتفال بمرور 20 سنة على تأسيس جامعة المملكة، وعلى تخريج 3 دفعات أو أفواج من خريجين طلبة جامعة المملكة المتميزين. الجامعة مرت في خلال 20 سنة بتجارب وخبرات طويلة، واكتسبت يعني الكثير من الخبرات والمكاسب، وطلبتنا نعتز فيهم ونفتخر فيهم. وقد يعني تقلد الكثير من خريجين مناصب ممتازة في كافة الجهات الخاصة والعامة، وإحنا مطمئنين أن طلبتنا الحاليين اللي راح يتخرجون الليلة إن شاء الله راح يتوفقون في أعمالهم، وسوف يتولون
مناصب يعني جيدة ويخدمون بلدهم إن شاء الله. ننتظر هالفرحة من زمان يعني، وأنا سنس يعني متخرجة من 2019 فـ almost 3 years، فوايد I'm excited ومستانسة، والجامعة ما قصرة والصراحة تنظيم وكل شيء يعني perfect. مشاهدينا نبارك لكل الخريجين والخريجات ونقول لهم إن شاء الله يعني موفقين دائما وأبدا. وصلنا للختام حلقتنا لليوم، نذكركم بإمكانكم متابعة هذه الحلقة بالإضافة للبث المباشر وباقي من البرامج اللي تقدمها قنوات وإذاعة وتلفزيون البحرين عبر التطبيقات الموجودة أسفل الشاشة. نشوفكم باكر في نفس الوقت، مع السلامة، في حفظ الله ورعايته.